بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع المسؤولين لامتناعهم عن تنفيذ حكم أصحاب المعاشر. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناتنا الكرام، أتمنى من القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ يريد حضرتك تشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تقدم البدر فرغالي وكيل عن أصحاب المعاشات ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي طالب فيه بإلزام وزيرة التضامن بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات. ذكر البلاغ الذي حمل رقم 43918 لسنة 2019 عرائد المكتب الفني للنائب العام إن البدر فرغالي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات حصل على حكم نهائي بصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات. وتابع البلاغ إن الحكم قضى بصفة نهائية بأحقية المدعيين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من أثار وصرف الفروق المالية. وأوضح البلاغ أنه وفقا للمادة 100 من الدستور الحالي والتي توجب العقاب على كل من امتنع أو عطل تنفيذ الأحكام يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وهو ما يتطلب التحقيق مع من عطل وامتنع من حكم تنفيذ المحكمة. أيضا معانا خبر آخر من نفس البوابة بوابة فيتو وهو أبرز 6 خدمات من الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية. أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة ليكون حلقة التواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من مؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الأعمال. ويرصد موقع فيتو في التقرير التالي أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني للهيئة. 1- توافر حزمة من الخدمات لأصحاب المعاشات تيسيرا عليهم حيث يستطيع صاحب المعاش وزويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات. 2- الاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش بالإضافة إلى الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيدين. 3- في حالة امتلاك سيارة يستطيع المالك استعراض كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فردا أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها. 4- يستطيع المؤمن عليها الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي والاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدة الاشتراكات في التأمين الاجتماعي. 5- توفير مجموعة من الخدمات التي تهم صاحب العمل حيث يستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور. 6- استعراض العمالة المستمرة للتعرف على تاريخ بدء الاشتراك الخاص بهم وآخر أجر أساسي لهم وآخر أجر متغير واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها. يذكر ان تلك الخدمات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق التواصل المنشود والهاتف مع جميع فئات المجتمع. خبرنا الاخر هو خاص بالارصاد الجوية. شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد الجوية تعلن طقس يوم الأربعاء. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019
حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا، وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والرياح المعتدلة. أما بخصوص توقعات طقس اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: القاهرة 20-32، شبين الكوم 20-32، طنطا 20-31، دمنهور 21-31، الإسكندرية 21-30، بلطيم 20-30، مطروح 15-30، السلوم 15-31، سيوة 15-32، بورسعيد 22-28، دمياط 21-32، الإسماعيلية 17-32. ومعنا خبر آخر، وهو خبرنا الأخير بخصوص العلاوات الخمسة، وهو هام وعاجل ننشر لكم كلمة السر للحصول على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. لمعرفة قيمة العلاوات التي ستحصل عليها بسهولة ودون الدخول في جدل مع أحد، نؤكد لك في البداية إن العلاوات التي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بها هي العلاوات الخاصة التي كانت تحدد في عيد العمال وقيمتها ما بين 10% و30%، ولا تضاف إلى أساس المرتب إلا بعد 5 سنين. كلمة السر فيشة المعاشات، وتبقى في فيشة المعاشات وتبقى في فيشة المعاشات منفصلة في خانة واحدة في جزء الاستحقاقات في شريط القبض، ويكتب فوقها علاوة السنة كام وقيمتها، وطالما كانت موجودة في شريط القبض فمعنى ذلك انها لم تضاف بعد، ومن حقك الحصول على 80% منها. لو عندك اخر شريط للقبض هيظهر فيه كام علاوة مدرجة بعيدا عن الاساسي وتاريخ الحصول عليها وتاريخ ضمها للاساسي، وهي ما ستحصل عليه. كل ما عليك ان تقوم به ان تقوم بجمع العلاوات الخمسة الموجودة بتاريخ شهر 7، ثم تخصم 20% منها لتعرف قيمة 80% التي ستحصل عليها، ثم تقوم بضرب الناتج في 60 شهر لتحصل على قيمة الأثر الراجع. ولو عندك 5 علاوات بينهم علاوة 2014 وعلاوة 2015 هتحصل على 3 علاوات فقط، لأن قرار منح هذا العلاوة حدد أنها لن تضاف إلى الأجر الأساسي. ولو عندك 5 علاوات بينهم علاوة 2014 فقط هتحصل على 4 علاوات فقط، لأن قرار منح هذه العلاوة حدد إليها لم تضاف إلى الأجر الأساسي. كل من خرج من معاش بعد 2005 مخاطب بصورة مباشرة بحكم القضاء الإداري بضم العلاوات الخمسة طالما لم تضاف إلى الأجر الأساسي وإلى راتبه. وبالنسبة لمن خرج للمعاش قبل عام 2005 فهناك حكم قد تم تطبيقه بضم العلاوات الخمسة للمستحقين وقتها، وفي حالة عدم ضمها لك راجع التأمينات فورا. الأربع أخبار أو الخمس أخبار اللي أنا قلتهم دلوقتي دول من موقع فيتو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وكمان تشير للفيديو إن أمكن علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ودعمنا بلايك علشان نقدر نستمر. ولو اي حد عنده اي سؤال من حضراتكم يتفضل يكتبه في كومنت، وانا هرد على جميع الاسئلة في حلقة منفصلة ان شاء الله. هعمل حلقة منفصلة ان شاء الله، لو في اي اسئلة عند حضراتكم انا ممكن ارد عليها ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المتابعة، أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الفيديو، على أمل أن ألقاكم على خير إن شاء الله. أترككم في رعاية الله.